هاي بابا، وين عندك؟ لقيت حالي قريب، قلت بجي بتطمن عنك وعن الاولاد. شوف شو جبت له لفارس. بس للاسف محبه، مع انه هاي اللعبه فيك تتحكم فيها وين ما راحت، كمان ترجع لعندك غصب عنها. حادث. قلبت السيارة شغلة مش بالإيد. بابا فوتوا لجوا إذا بتريدوا. لا لا لا، خليهم، بدي أتعرف عليهم. معقولة أولادك وبعدني ما بعرفهم؟ عمو، أنا والبابا أصحاب كتير، مثل الإخوة. بابا فوتوا فوتوا، معلش. قومي بابا. صحبنا أنا وياك ظهر من العملية وأموره تمام. قلتلك هو بسبع رواح، بس أنت استعجلت. خلينا نحكي برا إذا بتريد. عم نحكي برا، مع إنه كتير مكيف بالقعدة. عم فكر كل ما يكون عندي وقت فراغ ومارق من هون اجي اعمل لك زياره. خلينا نحكي برا، خلينا نحكي برا. انبسطت كتير لما عرفت انه المعلم مات. شو افتكرت حالك رح تخلص منها؟ هذا تاج راسك يا كلب، تاج راسك. انت بتعرف انه البيت مراقب؟ كيف تجي لهون؟ دود الخل منه فيه. شغلك معنا لسه ما خلص، بس يظهر المعلم من المستشفى رح احكيك ورح تحضر حالك لليوم اللي جاي، فاهم؟ أهلا وسهلا مدام. ما توخزينا، كنا عم نحل مشكلة صغيرة أنا وجوزك. بالإذن.